يا اهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده صاحيه من النوم مقرره ان انا عايزه اصور لكم فيديو اليوتيوب، رغم ان الظروف هنا مش هتبقى احسن حاجه لاني مش معايا كل ادوات التصوير بتاعتي، مش معايا المايك، نسيته في البيت، فالصوت ممكن يبقى فيه مشكله لان احنا هنا في اسكندريه ساكنين على شارع ابو قير، فالعربيات رايحه جايه، الدنيا بتبقى دوشه. فبس قلت لا، انا مقرره النهارده انا عايزه اصور لهم فيديو يوتيوب، مش عايزه اتاخر عليهم عن كده. فصحيت وقررت ان انا هصور على طول. اللي مش عارف طبعا مش متابعني على الانستجرام، انا موجوده دلوقتي عند اهلي في اسكندريه، انا اصلا من اسكندريه بس اتجوزت ودرست كمان في جامعتي كانت في القاهره، فبنزل على طول اجازات في اسكندريه، فانا قاعده هنا اسبوعين كده ومطوله، فقلت مش معقول هتاخر عليكم كل ده، فقلت اصور لكم النهارده فيديو. والصراحه الجو كان يجنن، انا بعشق الجو في اسكندريه لما بيبقى بقى عارفين الدنيا نوى وغيوم وشتاء، انا بحب الجو ده جدا لانه بيفكرني بكل طفولتي هنا في اسكندريه اللي قضيتها كلها في الشتاء والمطر والسقعه، وعلى عكس كل الناس اللي بتيجي مثلا من القاهره وتقولك ده الجو برد والدنيا شتاء وبتاع، انا ببقى مستمتعه ومبسوطه جدا لان لكم ان تتخيلوا انا كنت بروح المدرسه يوميا في الجو ده، وكنت بتغرق ميه وبروح عادي اقعد طول اليوم في المدرسه وانا راجعه برضو اتغرق ميه، كنت بنزل الدروس بتاعتي كلها بتاعت ثانويه عامه في عز الشتاء والتلج، وممكن وانا نازله كنت بغرق في الشتاء والارض كلها ميه ومتبهدله، بروح اقعد احضر الدرس عادي جدا وانا راجعه نفس النظام. فالموضوع ده بيفكرني بكل ذكرياتي وببقى في قمة استمتاعي. عايز اقول لكم ان انا من ساعة ما جيت بنزل بالنهار اتمشى واستمتع بالجو والشتاء وببقى مبسوطة جدا جدا، انا في قمة سعادتي حقيقي. في الشتاء ما بحبش اسكندرية، في الصيف قصدي ما بحبش اسكندرية قوي عشان بتبقى زحمة جدا جدا والجو بيبقى حر والرطوبة بتبقى عالية، الموضوع بيبقى صعب جدا، لكن في الشتاء الدنيا رايقة وهادية والجو مطر وريحته حلوة، مش قادره اوصف. انا تقريبا احساسي واصل لكم يعني، وحتى اللي متابعني على انستغرام انا هرياكم ستوريز، بس بجد ده ولا حاجه من الاحساس الحقيقي اللي انا عايشه فيه، فاعذروني اعذروني بجد لو في مشكله في الصوت، غصب عني بصراحه مش معايا المايك، وزي ما قلت لكم اصوات العربيات هنا بتبقى مزعجه جدا لان احنا ساكنين على شارع ابو قير والناحيه الثانيه في ترام رايحه جايه وفي كمان محطه القطر، فكل ده بيبقى عامل ازعاج ودوشه وصوت عالي جدا. حبيت اخدكم معايا في يوم عادي وبسيط جدا في بيت اهلي هنا. انا صحيت عادي، اللي انا بعمله في البيت بعمله هنا، بصحى افتح اروق السرير اشرب ميه، نفس الروتين بتاعي، حتى بجيب ازازه الميه بتاعتي معايا. بعدين سمعت صوت الشتاء فجريت تاني على البلكونة علشان اتفرج، بستمتع جدا والمطرة نازلة كده، ويعني الوقت ده بحب قوي ان انا اقف في البلكونة في عز المطر والشتاء اشوف الناس وهي ماشية، وطبعا اقعد ابص للسماء كده وادعي ربنا بكل حاجة نفسي فيها، لاني بقول يا رب تبقى ابواب السماء مفتوحة وربنا يتقبل كل دعاء اللي انا بدعيه. انا اصلا كان بقالي حوالي 3 شهور او اكتر ما جيتش اسكندرية لظروف بقى التوضيب بتاعت شقتي وكده والحاجات اللي كنت بعملها، معرفتش ان انا انزل اسكندرية خالص، فبجد كنت محتاجة السفرية دي جدا، ودي تقريبا اطول مدة من ساعة ما اتجوزت ما نزلتش فيها اسكندرية، غالبا كنت بنزل اوقات كل شهر كل شهرين اقعد اسبوع كده وامشي، بس المرة دي كانت اطول مدة بالنسبة لي بصراحة. ف عارفين راجعة كده بعد اشتياق، قلت اخيرا يا ربي جيت اسكندرية، كنتش مصدقة، وكنت حابة ان انا افصل جدا جدا من جو البيت بقى، لان الفترة اللي فاتت كانت مرهقة ومتعبة جدا ليا في البيت، فكنت حابة ان انا افصل شوية كده من كل حاجة واجي بقى استرجع ذكرياتي وعيش مع اهلي كده كام يوم واتبسط وبتاع، والحمد لله ده حصل، فبجد كنت مبسوطة، وان انا كمان جيت في احلى وقت انا بحبه واحلى جو انا بحبه، فالموضوع بالنسبة لي كان لذيذ وممتع قوي. طبعا عند بيت اهلي الروتين بيبقى مختلف شويه عن بيتي، مفيش تنظيفات كتير، مفيش حاجات من دي، كلها حاجات تقليديه وبسيطه وعاديه جدا، زي ما انتوا شفتوا بروق سريري بعمل روتيني، ببقى جايبه بس حاجات بسيطه قوي من السكين كير بتاعتي، مش بكون جايبه كل حاجه عشان الشيل ما تبقاش كتير، ورغم كده عايزه اقول لكم لو شفتوا منظر الشنط اللي انا جايه بيها تقولوا ان انا قاعده سنه قدام، بس طبيعي لما بيبقى معاكي بيبي غصب عنك بتاخدي حاجات كتيره قوي، فبجد انا جايه بكميه حاجات مش طبيعيه، ويعني كلها بجد بستخدمها، بس غصب عني عشان بقعد اقول لحسن احتاج ده لزيمة او كده، فبجيب كل حاجة تقريبا معايا. ولعت البخور بقى وفطرت والدنيا كانت تمام. وريكم كنت بصور ستوريز للانستجرام، وبعدين قلت اشمعنى يعني على طول بصور الانستجرام ما افرجكم انتوا كمان. كنت لسه وصلي الاوردر ده بيجامات، كنت طالبها اللي هو الستايل التريننج كده، مش بيجامه قوي، ده بيكون السويت شيرت ومعاها البنطلون بتاعها، ومن جوه هي وبره ناعمه كده فلذيذه قوي، خامتها عجبتني، مكتوب عليها ميكي ماوس، وبصوا بقى الكابيشو بتاعها يجنن، في قطتين كده، الستايل بتاعها تحفه قوي. التانية انا لابساها كنت بصورها،
هي ستايل تريننج كده، لونه جراي في بيج. هوريكم الصورة بتاعتها، انتوا برضو يعني ليكوا حق ان تتفرجوا، عشان عارفة ان مش معظمكم عندي على الانستجرام فلازم افرجكم معي. دي التانية اللي انا لابساها، تريننج كده برضو بسوستة، والرقبة بتاعتها مرفوعة شوية، ومعاها البنطلون بتاعها. الستايل ده يا جماعة بحبه جدا جدا، لما يجيلي ضيوف مثلا، حماتي عندي او رايحة بيت عندها او هنا عند ماما، بحسه ستايل كده كاجوال قوي، مش بيجامة نوم يعني، فاهمين؟ مش عارفة ربي يكون كلامي فهمتوه كويس. ودي كده التانية، شكلها برضو لذيذ وشكلها كيوت قوي في اللبس، فكنت لسه بصورهم للانستجرام وقلت افرجكم انتوا كمان عليهم. هلا اوريكم بقى الغدا النهارده عاملين ايه. هنا بنسلق لحمه عشان انا عايزه اكل لحمه محمره، انا اللي طالبه المنيو بصراحه، بس ساعدت فيها يعني. وهنا في محشي بس لسه هنسويه، وعلى فكره انا اللي حاشيه المحشي كله والله العظيم. وهنا محشي ورق عنب، ده الرز باقي المحشي، استنى، محشي ورق عنب انا اللي حاشيه ولفاه كله والله العظيم. بقالي كتير جدا نفسي اكل محشي ورق عنب، وعايزه اقول لكم على حاجه هتتصدموا فيا، انا من يوم ما ولدت ديما يعني بقالي سنتين بالظبط ما عملتش محشي عندي في البيت، باكله يا عند ماما يا عند حماتي. فشلت تماما ان انا اعمله في البيت بسبب ديما، فمن ساعه ما ولدت انا بعمله في البيت. فالمره دي بقى قلت لماما انا عايزه اكل محشي وعايزه ورق عنب، بقالي كتير قوي ما اكلتش ورق عنب، فقالت لي ماشي بس انت اللي تحشيه. فاحنا عملنا دي اللي هي عملت الخلطه وانا حشيت وجهزت المحشي. فلسه بقى بنسوي اللحمه وشويه كده وهولع على المحشي، اصلا مش بياخد وقت، فشويه هولع عليه. متحمسه قوي للغدا. انا عملت بقى كوبايه النسكافيه بتاعتي كده، حتى عملتها عادي من غير فوم ولا اي حاجه، نسيت برضو المضرب بتاعي. المهم كنت حابه اتكلم معاكم عن حاجه انتوا بتسالوني عليها كتير جدا الفتره دي، وهي تجهيزات رمضان وتفريزات رمضان وكل الكلام ده. انا نزلت فيديوهين عندي على الانستجرام على التجهيزات بتاعت رمضان او التفريزات، بس بصراحة أنا مش هعرف أعمل فيديو طويل زي الناس اللي بتعمله على اليوتيوب، لأن أنا مش بعمل كل حاجة في يوم واحد، وما أقدرش بصراحة، ما عنديش الوقت ولا الطاقة إني أقدر أعمل كله في يوم واحد. الموضوع طبعا بيبقى إرهاق صعب عليا. أنا بشوف يعني ما شاء الله الناس اللي بتعمل كده بتبقى من الصبح بقى لحد بالليل في المطبخ وتفريزات وتجهيزات، أنا ما بقدرش أعمل حاجات كتير. أنا حتى لو عندي الوقت بحس نفسي مشتتة جدا ومش بقدر، بحب أعمل كل حاجة كده إيه تاخد وقتها وعلى مهلها. بس حابه اتكلم معاكم في الموضوع ده باختصار كده عن التجهيزات بتاعه رمضان بتاعتي انا بعمل ايه. بالنسبه للتفريزات، فالفيديوهين اللي انا نزلتهم لكم على الانستجرام دي تعتبر معظم التفريزات اللي انا بعملها. وللي ما شافهوش، انا الفاكهه بعمل الفراوله وبعمل جوافه، وبيبقى عندي مانجا برضو شايلاها من الصيف، لان العصاير بالنسبه لي في رمضان من الحاجات طبعا الاساسيه كل يوم على الفطور. بجانب بقى في رمضان بعمل عصير كركديه، بعمل سوبيا، انا بحبهم جدا، فدول برضو بعملهم في البيت وبيبقوا موجودين عندي دايما في التلاجة. اما بالنسبة للخضار فبرضو بكون مجهزة الخضار، لانه بالنسبة لي من الحاجات المنقذة جدا في رمضان، ببقى بيسهل عليا كتير يعني. ما عنديش استعداد بصراحة ان انا اصحى وانا صايمة لسه هفصص بسلة او ان انا هعمل فاصوليا او اقطف ملوخية، ما بقدرش. فانا بجهز الحاجات دي برضو في الفريزر عندي اصلا طول السنه، انا بجهزها يعني على طول، بيبقى عندي في الفريزر خضار. بحب البسله، الفاصوليا، الباميه، السبانخ، دي الحاجات اللي انا بفرزها عندي. لكن في خضار تاني ممكن تعملوه بس احنا مش بناكله، زي القلقاس مثلا ممكن تعملوه برضو. وبالنسبه للفواكه برضو في ناس بتعمل البرتقال. انا بقول لكم الحاجات دي عشان تبداوا تجهزوا نفسكم وتشوفوا ايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها وتقدروا ان انتوا تعملوها وتجهزوها من دلوقتي. بالنسبه للفاكهه انا برضو ما بجيبش كميه كبيره واعملها مره واحده، عشان كده بقول لكم التصوير مش هيبقى ظابط معايا قوي، ان انا مثلا اقول لكم النهارده هفرز الفواكه ببقى جايبه كميه فراوله وكميه جوافه وافرزها، لا انا مش بعمل كده. انا كل مره بنجيب فراوله عندنا في البيت باخد منها جزء بعمل منه كيس في الثلاجه، وكل مره بعمل كده، كل ما نجيب فراوله باخد اللي هي كمان الطريه اللي محدش هيرضى ياكلها قوي، بنضفها واغسلها واقطعها واحطها في اكياس في الفريزر، فبيبقى عندي بقى في الفريزر متشال، لكن ما بعملش كله مره واحده. دي الحاجات اللي انا بفرزها. في ناس بقى بتفرز ما شاء الله عليهم حاجات كتير قوي زي الطماطم، او يعملوها عصير او يعملوها صلصه، انا ما بعملش. الثوم برضو انا بجيبه جاهز مفروم،
وكمان في ناس بتفرز البصل. اكتبولي تحت في الكومنتس عشان الموضوع البصل ده عجبني، بس انا عايز اعرف حد جربه. البصل بشوف ناس تعمله في الفريزر، بيفرموا كمية كبيرة جدا ويقسموه في مكعبات او في اكياس في الفريزر وياخدوا منه جاهز مفروم على الطبخة. فقولولي كده بيطلع فعلا حلو ولا لا، وهل بيعمل ريحة وحشة في الفريزر او لا، وبيقعد معاكم فترة قد ايه؟ لان ده بجد حساه من الحاجات اللذيذة قوي، ان انا بكسل، لان تقريبا معظم 90% من الاكل اللي احنا بنعمله بنحتاج فيه بصل كل يوم، فبدل ما كل يوم اقعد افرم بصلايا بصلايا هيبقى عندي كمية زيه زي التوم. الصراحة موضوع التوم ده كمان بيسهل عليا قوي، فعايزة حد بس يكون جربه ويقولي بتفرزوه ازاي والنتيجة بتاعته بتطلع معاكم ايه كده في التفريز. الحاجة الأخيرة بقى اللي عايز اتكلم معاكم فيها وهي الفراخ واللحوم. انا كل سنة كنت في رمضان بجهز الفراخ واللحمة بتاعت الشهر كله في الفريزر، انا ما بشيلهاش متبلة، لا بنضفها واشيلها في اكياس وبطلع على حسب الاكلة اللي انا هعملها، عشان مش ببقى مجهزة يعني في دماغي انا هعمل الاكل ده ايه. بس طبعا السنة دي الموضوع صعب جدا فمش هقدر اعمل ده، فعشان كده برضو مش هقدر اعمل معاكم تفريزات، لان انا مش هقدر اجيب الكمية بتاعة الشهر الفراخ واللحمة، لان الاسعار بقت غالية جدا جدا جدا، فصعب ان انا اجيب طبعا الكمية بتاعة الشهر. طبعا كل واحد حسب مقدرته اللي يقدر يعمل ده او حابب يعمل ده، انا بس بقول لكم انا كروان يعني بعمل ايه عندي في البيت، فاعتقد الموضوع هيبقى مختلف السنة دي. اللحمة برضو اعتقد مش هجيب منها كتير لان الاسعار بتاعتها ربنا يعيننا كلنا يعني، بس الاسعار بتاعتها بقت عالية جدا، فمش عارفة لسه الموضوع ده هعمل فيه ايه بصراحة. اعتقد ممكن اجيب بالاسبوع، مش عارفة الدنيا هتمشي ازاي في الموضوع ده بالذات، انا سايباها كده على ربنا، ربنا يعني يعيننا كلنا. فده الاسباب كلها اللي انا مش هقدر اعمل فيديو تفريزات، لان انا ما بعملش كل حاجة مرة واحدة، ما بقدرش اعمل كل حاجة في يوم واحد، ما بعملش كميات، مش هعمل تفريزات فراخ ولحمة، فعشان كده الفيديو ده مش هقدر ان انا اعمله معاكم. فحبيت اقول لكم واعرفكم انا بعمل ايه وهعمل ايه. ده بالنسبة للتفريزات. بالنسبة لي مشتريات برضو بتاعت رمضان، انا بجيب الحاجة على مراحل، ما بجيبش الحاجة كلها مرة واحدة. وكمان انا بابايا ربنا يديه الصحة ويبارك لنا فيه كده يا رب، كل رمضان بيعمل لي انا واختي شنطة كبيرة لرمضان، يعني مشتريات لرمضان، ربنا يخليهولي يا رب وما يقطع له عايدة ابدا. وهو بصراحة حبيبي بيصمم كل سنة، بقعد اقول له يا بابا ملهاش لازمة وانا كده كده بجيب للبيت، بس هو مصمم على حاجة زي دي من ساعة ما اتجوزنا. فبابا حبيبي ربنا يديه الصحة بيجيب لي حاجات كتير قوي من الحاجات بتاعت رمضان، فعشان كده برضو مش بنزل اصور مشتريات كتير يعني لرمضان. الحاجة الأخيرة بقى وهي التنظيفات بتاعت رمضان، أنا لسه طبعا مش هبدأها دلوقتي، احنا لسه يعني فاضل شوية على رمضان. غير ان انا اصلا اللي متابعني عارف ان انا لسه كنت موضبة الشقة عندي، وكنت منظفاها تنظيف عميق كده لان كل حاجة عندي كانت متبهدلة. فاللي هعمله في رمضان هيكون تنظيف برضو كل الكلام ده، لان طبعا كان فيه نوة تراب فالدنيا اتبهدلت، بس مش هغسل الستاير، لان الستاير انا كل الستاير بتاعتي كنت شايلاها ساعة لما كنت بوضب الشقة كلها غسلتها، حتى التقيل فيها القطيفة كل حاجة حرفيا فيها غسلتها، والسجاد كله نزلته دراي كلين ساعة لما كنت بوضب الشقة من قريب ووديته كله يتغسل في الدراي كلين. فعندي الستاير نظيفة وعندي السجاد الحمد لله برضو نظيف، فالموضوع مش هيبقى صعب قوي ان شاء الله رمضان ده. فبس هنضف البيت تنظيف عميق. طبعا المطبخ من الحاجات اللي بحب جدا قبل رمضان ان انا انضفها كويس وارتبها، واشوف لو في حاجات مش محتاجاها بطلعها، لان في رمضان معظم وقتنا اصلا بيكون في المطبخ، فبحب ان هو يبقى مهيأ كده. فيها شوية تحضيرات بقى عايزة ابدأ احضرها، اطلع الديكورات اللي عندي من السنة اللي فاتت بتاعت رمضان على حاجات بسيطة جبتها السنة دي وابدأ ارصها. ده التحضيرات بتاعت رمضان. اغلبها الفترة اللي جاية هيكون التنظيف والديكور بتاعت رمضان قبل رمضان كده بشوية ان شاء الله. وقلت لكم كل ما يخص موضوع التفريزات والتجهيزات بتاعت رمضان. لو في حاجة انا ما اتكلمتش فيها او حابين تعرفوا رأيي فيها اكتبولي تحت في الكومنتس ونتكلم فيها. لو في مقترحات لفيديوهات عايزينها الفترة اللي جاية برضو اكتبولي. ان شاء الله الفيديو النهاردة يكون عجبكم، فيديو خفيف كده ولطيف، واستنوني ان شاء الله في فيديو قريب. المرة الجاية ان شاء الله نبقى بنصور من البيت عندي مش من عند ماما. اللي متابعني من زمان عارف ان انا اهلي من اسكندريه، فطبعا بسافر كتير. تعالوا نحضر شنطه السفر مع بعض ونشوف باخد معايا ايه وانا مسافر. اول حاجه باخد لبس للخروج زياده، باخد طقمين او ثلاثه، وده طبعا على حسب المده اللي انا هقعدها هناك. وطبعا باخد بيجامات للبيت، وبحب ان انا احط السليبرز والبيجامات مع بعض يكونوا في شنطه واحده.
كمان بجمع الادوات الشخصيه كلها مع بعض زي البرفيوم والكريمات، فرشه الشعر، فرشه الاسنان. طبعا ضروري باخد شاحن الموبايل، وكمان باخد النوت بتاعتي والاقلام عشان لو حبيت ادون اي افكار، والكتب بتاعتي، وطبعا ما بنساش الادويه الضروريه، وشنطه للميك اب الاساسي، واخيرا شنطه السكين كير. باخد حاجات بسيطه الاساسيه اللي انا بستخدمها. انا بحضر الشنطه من قبلها بيوم عشان اقدر ارتبها كويس، وكمان لو نسيت حاجه اقدر احطها. من اهم الاساسيات على سفره رمضان هي العصاير، وبما ان الفراوله ماليه السوق دلوقتي حبيت افكركم انكم تشيلوا منها لرمضان. انا ما بجيبش كميه كبيره مره واحده، بس كل ما بنجيب فراوله للبيت باخد منها كيس واشيله في الفريزر. تقدروا تشيلوها وانتوا حاطين عليها السكر بتاعها، بس انا بصراحه ما بحبش، عشان اوقات ممكن احط عليها عسل من السكر، فبحب التحليه وقت العصير. انا بحب اجهز كل سنه مانجا وجوافه وفراوله، وقولوا لي انتوا بتجهزوا فواكه ايه رمضان. وما تنسوش تحط الاكياس في الفريزر بالطريقه دي، مش هتاخد مكان، وكمان هتخلي الفريزر شكله متنظم، مش هتحتاجوا لاي منظمات. وانا بفرز البسله النهارده، حبيت افكركم ان تفريزات الخضار بجد من الحاجات المنقذه جدا في رمضان. بالنسبه لي تفريز الخضار كل واحد مجرد اني بنضفه واقطعه واغسله، طبعا انشفه كويس، بحطه في اكياس في الفريزر. واكيد كل واحد ليه طريقه معينه في تفريز الخضار، فطبعا اعملوا الطريقه اللي تريحكم. الخضار الموجود دلوقتي وتقدروا ان انتوا تفرزوه البسله، الفاصوليا الخضراء، الجزر، السبانخ، وكمان القلقاس. اكتبوا لي انواع الخضار اللي انتوا بتحبوا تفرزوها وايه طريقتكم في التفريز، واستنوني في باقي فيديوهات تجهيزات رمضان.